اتفضل يا معلم. خير امي بابا صاير معه شي؟ ليش؟ خير شو بأبوك؟ عم بتصل فيه ما عم برد علي ومانو بالفرن. ايه ما تخاف قله بالعادة يعمل هيك لا تشغل بالك. ايه مو مشكلة قليلي. حبيت عايدك بعيد ميلادك العمر كله. شكرا هند خانم، تعيشي وتجيبي والله خلفتك ما في منها. ايه اكيد ولادك بيرفعوا الراس خصوصي مؤيد. شوفي شو عملت كمان. أنا شو عملت؟ قلتك بيكون عملت لي شي شغلة إنسان بدله لابنك فيها وزعجته مثل العادة. شو تخانقتوا؟ لك مهند الله يوفقك بعيد عن طريقه ببوس إيدك. طيب عندي شغل هلأ يلا بخاطرك. طيب الله معك. Thank you so much, Mr. Simoni. I'm so grateful for your help. Thank you. Thank you. Hope to see you soon. Bye. Bye. خلاص وافق يبعتون ما هيك؟ أكيد وحكى مع جماعته. ممتاز. هلأ بلشت مهمتك يا بدر. أنا جاهز لا تاكلي هم. ولا تنسى تحللنا مشكلة قطر. وضعنا مأساوي هالفترة وما بدنا نخسر أكثر من هيك. لا تشغلي بالك. ما رح تندمي لأنك وثقتي فيني. إذا قدرت توقع هالصفقة رح ننفض من الغرق هالمرة. أصحاب الأسهم الكبيرة بشركتنا مصدقين الصورة الوردية اللي رسمنا لهم إياها، وإذا ما أمننا المصاري بسرعة رح تتشوه سمعتنا وننفضح قبل الموعد. أنا ما رح أوفر أي مجهود، بس المهم صهرك ما يخبص بشي لأنه وضعنا مو متحمل. إذا بيوصلوا الخبر هو وبانا ممكن يفضحونا قدام الكل. ما رح أقبل ولا عذر منك عن اجتماع اليوم. بدنا نتائج ساوي المستحيل لتقدر تقنعهم بالعرض. لا تشغلي بالك أنا رح أتفق معهم. ومشان جان شو رح تعمل؟ بسيطة. شو أنت لسه هون؟ جان بيك عم ينتظرك. يلا كنت ماشي ببقى بتصل فيكم. توصل بالسلامة. انتبهوا لولي العهد. ها الله معك. موفقين توصل بالسلامة. خير شو كنتي عم تعطيه مصروف ولا بدر؟ كان عم يخبي شي بجيبته وتلبك. في شركة تانية بقطر قلت له يحكي معه. أنا التقيت صدفة بصاحبها لما كنت بسويسرا فعطيته كرتو لبدر قلت بركي بيجتمع فيه. برأيك بليق فينا نفرض حالنا هيك عليهم؟ كأنه عم نشحد؟ يعني مضطرين لهالطريقة هي؟ ايه حبيبتي نحن مضطرين نعمل أي شي منشان مصلحة الشركة. بصراحة اللي ضايقني ما بعرف بس لما دخلنا وطيتوا صوتكم وسكتوا فجأة. اي نعم صح مزبوط لأنه كنا عم نحكي بورطة الاجتماع والبهدلة اللي صارت وقت دخلتوا غيرنا بالموضوع. ماشي طيب ما بقى أحكي. على كل حال نحن كمان جايين لنحكي هلأ بخصوص الاجتماع، يعني باستثناء الشي اللي صار. كثير منيح هات لشوف. طلعي هون. السيارة جاهزة جميلة خانم تفضل. خلينا نروح على السوق بالأول. أمري. صار لك شي يا خانم؟ لا أبدا. وش النحس